يدق فصل الشتاء أبواب الخيام التي لا تقي من برد الشتاء ولا حر الصيف. بدأ البرد يلفح النازحين في حين يبدو واضحا النقص الشديد في المستلزمات الأساسية في مخيم عين عيسى التي باتت فيه الأوضاع الإنسانية مزرية جدا، بالرغم من مساعي القائمين على المخيم تقديم ما يتوفر من مساعدات، إلا أن إمكانياتهم تبقى محدودة في ظل التدفق اليومي للنازحين. الأوضاع تزداد سوءا وسط ظروف معيشية صعبة للنازحين، حيث يفوق عددهم في مخيم عين عيسى 23,000 نازح، والذين فروا من موت محتم هربا من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب تصريحات متكررة من قبل إدارة المخيم على عدم قدرتها توفير ظروف معيشية تتناسب مع الأعداد المتزايدة للنازحين نتيجة التوافد الكبير من مناطق الصراع، إضافة إلى قلة الخدمات المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية والدولية، يعاني المخيم من نقص حاد في عدد الخيم التي لا تتناسب طردا مع أعداد النازحين الوافدين إليه. فبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن 8,000 نازح من الرقة يقيمون في 930 خيمة، فيما يصل عدد نازحي دير الزور إلى قرابة 15,000 نازح، وهم في تزايد مستمر، في حين يبلغ عدد الخيم المخصصة لهم 1,300 خيمة، ولضعف الإمكانيات الخدمية يقيم 2,000 نازح في العراء. هذه حال النازحين يفرون من شبح القتل الذي كان يهددهم في أحيائهم من بطش التنظيم وعنفه، ليواجهوا شبح الجوع والمرض آملين أن تتحسن أوضاعهم ويعودوا إلى ديارهم سالمين.